هذه مقدمة المشاركة. يفتتح غدا أعمال منتدى أفريقيا 2016 في مدينة شرم الشيخ. مقتل 40 شخصا في غارة جوية أمريكية على مدينة صدرات الليبية. ومحادثات أمريكية روسية في جنيف بشأن هدنة في سوريا. وبنتيمان يستبعد نشر مرقمين من الإشراف على وقف إطلاق النار. الرابعة بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية شاملة تأتيكم على شاشة أميال. مرحبا بكم، أهلا بكم. وهو البداية بعد الفاصل. مجددا ما بدا اليوم وصول الوفود المشاركه في اعمال منتدى افريقيا 2016 الذي يفتتحه غدا الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنظمه مصر بالتعاون مع منظمه الكوماسا بمدينه شرم الشيخ، وذلك تحت مظله وفوضيات الاتحاد الافريقي. ويهدف المنتدى الذي يعقد على مدار يومي 20 و21 من فبراير الى تعزيز التجاره والاستثمار في القاره الافريقيه بمشاركه ما يزيد عن 1500 شخص يتقدمهم رؤساء السودان ونيجيريا وتوجو والجابون وغينيا الاستوائية ورئيس وزراء اثيوبيا، بالاضافة الى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الافارقة المعنيين بقطاعات التجارة والاستثمار. وفور وصوله الى شرم الشيخ التقى الرئيس السيسي وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي. دكتور مدحت، يعني أهمية منتدى أفريقيا 2016 وتحديدا تنظيمه في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع المؤتمر يأتي في وقت مهم جدا وحرج بالنسبة للعالم كله ولقارة أفريقيا على هذا الخصوص. التحديات الاقتصادية التي تنتظر العالم في 2016 كبيرة وغير خفية على أحد، من تباطؤ الصين إلى انخفاض أسعار النفط إلى المشكلات التي تواجه تجمعات تجارية واقتصادية هامة زي البريكس وعلى رأسها وعلى رأس دولها التي تعاني من هذه المشكلة الصين والبرازيل، إلى غير ذلك من تداعيات تشعر بها العالم كله ما في شك. قارة أفريقيا ما زالت هي القارة الوحيدة التي يمكنها أن تستوعب مزيد من الاستثمارات، لديها الكثير من الفرص. لكن دعينا نتحدث عن التحديات، وأتمنى أن يتطرق هذا المؤتمر تحديدا إلى التحديات. أهم التحديات التي اعتقد مطروحه بقوه على مائده المفاوضات هو تحديات الامن وتحديات وسائل النقل والمواصلات بين هذا التجمع وبين دول افريقيا عامه. لا ننسى ان مصر استضافت منذ يعني اسابيع تجمع اخر او يعني مؤتمر اخر لترشيد او لعمل تجمع جديد من التجمعات الرئيسيه في قاره افريقيا، بما فيها السادك والكوميسا والاتحاد الثالث المتعلق ايضا بمنطقه غرب افريقيا. وبالتالي نحن ننظر الى افريقيا باهتمام، اعتقد ان الرئيس السيسي يهتم بها بشكل كبير جدا، الحكومه ايضا تواجه اهتمام كبير، لكن ما زالت الاستثمارات المصريه لقاره افريقيا جميعا لا تزيد عن 8 مليار دولار في الفتره من 2003 ل 2015. بينما الفرص كبيره جدا، يجب ان نعمل على محور الامن والطاقه طبعا والبنيه الاساسيه. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي. عندما كانت الحاجة ملحة نحو تكامل اقتصادي للقارة السمراء، تم التوقيع في نهاية عام 1981 بين عدد من الدول على اتفاقية منطقة للتجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب افريقيا لتدخل حيز التنفيذ في اكتوبر من العام الذي تلاه. ونتيجة للتعاون الذي حققته هذه الاتفاقية، قررت الدول الأعضاء تطوير التعاون بينها، وذلك بإقامة سوق مشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا الكوميسا، وذلك كخطوة جديدة نحو تحقيق الجماعة الاقتصادية الأفريقية.
وتم التوقيع على الاتفاقية في نهاية عام 1994 لتصبح الكوميسا بدلا من اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية، فيما انضمت مصر إليها في مايو من عام 1998. أبرز أهداف الكوميسا لدول الأعضاء هو إنشاء منطقة تجارة حرة وتطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات ودفع عجلة التنمية المشتركة في مجالات النشاط الاقتصادية والتعاون في خلق مناخ مواتي للاستثمار المحلي والأجنبي والعابر للحدود والتعاون في تعزيز العلاقات بين السوق المشتركة وباقي دول العالم. العلاقات التجارية بين مصر والدول الأعضاء بالكوميسا شهدت طفرة كبيرة خلال المرحلة الماضية، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول المنظمة أكثر من 1,200,000,000 دولار، وذلك خلال النصف الأول من عام 2014، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من هذه الدول خلال نفس الفترة نحو 310,000,000 دولار. وتتمثل أهم الصادرات المصرية لدول الكوميسا في مواد البناء والمنتجات الكيماوية والدوائية والصناعات الغذائية والسكر والخضروات والفاكهة وبعض المنتجات الهندسية، بينما تتمثل الواردات في البن والشاي والتبغ والحبوب الزيتية والسمسم والنحاس والحيوانات الحية. وأدعوكم بإمكان مشاركتكم بشرم الشيخ للتعرف على ما شهدته ونشهده هذه المدينة من تقدم ورواج في مختلف المجالات. هذا وقد استضافت مصر القمة الأخيرة في يوليو من العام الماضي في شرم الشيخ مدينة السلام. أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات أنه لا تفريط في حق أي مواطن يتم التجاوز بحقه من قبل أي رجل شرطة، مشددا على أنه لا تهاون مع المخطئ سواء كان الخطأ أثناء فترة العمل أو خلال فترة الراحة. من جانبها أعلنت وزارة الداخلية عودة الهدوء بمحيط مديرية أمن القاهرة بعد احتجاجات على واقعة مقتل أحد السائقين على أيدي رقيب شرطة. قالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية كانت قد تلقت بلاغا بوقوع مصادرة ومتوفرين منطقة باب الخلق بين رقيب شرطة من قوة شرطة النقل والمواصلات والمواطن محمد علي سيد إسماعيل بسبب خلاف على قيمة تحميل بضاعة على سيارة الثاني. هذا وقد شيعت جنازة القتيل منذ قليل. قتل 40 شخصا واصيب 6 اخرون في ضربات جوية نفذتها طائرات امريكية في مدينة صبرات الليبية وغرب البلاد. قال المتحدث باسم القيادة العسكرية الامريكية في افريقيا الغارات الجوية استهدفت المتشدد التونسي نور الدين شوشان المجتمع بانه وراء هجومين كبيرين في تونس العام الماضي. وفي سياق اخر اعلن تنظيم داعش في ليبيا مقتل احد ابرز قياداته ويدعى مفلح ابو عذرة الملقب باسم أبو عبد الله دوان أو عفوا دون أن يذكر مكان وكيفية مقتله. من جانبه حذر مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر من أن الوقت ربما لا يكون مناسبا للقيام بعمليات جوية دولية ضد أهداف تنظيم داعش في ليبيا. قال كوبلر إن أي عمليات جوية دولية الآن ربما تعرقل جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على القيام بمهامها. وأوضح أن محاربة مسلحي داعش ستتطلب قصفا جويا وكذلك جهدا بريا لاستعادة السيطرة على البلدات والقرى الخاضعة حاليا لسيطرة التنظيم حول سرت على طول جزء من الساحل الليبي على البحر المتوسط.
لمزيد من القراءة ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ عبد الباسط بن هامل السياسي والإعلامي الليبي. سيد عبد الباسط، بعد الترحيب بك، هل تعتقد أن الغارات الأمريكية في ليبيا هي بداية تمهد للعمل العسكري لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي على الأرض؟ أولا هو في الحقيقة طبعا العمليات استهدفت اليوم فجر اليوم عشان الساعة 3:30 فجر اليوم الجمعة مدينة الصدارات الليبية غرب العاصمة طرابلس وقريبة من عناصر استهدفت مجموعة الحقيقة من تنظيم داعش الإرهابي كانوا متواجدين في إحدى المزارع بيت من الطابقين، لكن العمليات ندخل في العمق، العمليات الجوية لا تستطيع أن تحسن أمر ضد الجماعات الإرهابية، هذه واقعية. تقول لنظرة أخرى وظهور قوات طبيعية على الأرض هذه مستبعدة، يعني لدينا مشهد في العراق، لدينا مشاهد أخرى في كثير من بلدان العالم وفيها تواجد الإرهاب، لا يمكن إرسال أي فرس عنصر عسكري واحد على الأرض لمواجهة، ولكن من باب أولى دعم المؤسسة العسكرية، دعم القيادة العسكرية على الأرض، يعني التقوية من هذا النوع. إذا كان نحن أردنا فعلا تحقيق نتائج باهرة، يعني لدينا مؤسسة عسكرية قائمة، لدينا عناصر يبحثون عن دعم، نحاول نحن جاهدين رفع الحظر عند قيادة الجيش الليبي. الوطن الذي استضيف كان يتعمق من هذه الناحية، أنه يتحدث عن دعم حقيقي للمؤسسة العسكرية في حرب ضد الإرهاب وحصولها على دعم من نوعي، يعني يتحدث مثلا عن الصعيد بنغازي، يعني بنغازي محتاجة إلى دعم نوعي وهو سلاح مثلا طيران الدعم الناري، ذخائر، أساس، بينما الرجال موجودون يعني على الارض ومجابلون العناصر الارهابيه بكل قوه، يعني ولا زالوا يعني في محاور مثل الصابر والنسكي، ولكن القوه الاكبر الموجوده في تنظيم الدوله هي موجوده في مدينه سوريا الليبيه، موجوده في بلدات مثل بلده الموزيه وايضا بلده هرارة، موجودون ايضا ويتحركون بكل اريحيه في جنوب ليبيا في الصحراء وهي مناطق لا يمكن لاحد ان يتنبه. لكن في غرب ليبيا البيئة طاردة ليست بيئة حاضنة، لو تحدثنا عن الساحل الممتد من مدينة صفرة من صراتة إلى مرورا من مدينة قمص وزيتن إلى طرابلس العاصمة من ثم الزاوية وزارة، وهذه المدن الحقيقة يعني يمكن للتنظيم فعلا أن يعلن عن توجيهه بقوة فيها، لأن المنطقة بيئة طاردة، ولكن يمكن استهدافها عمليات مثل ما شنت العملية منذ شهر أكثر في مدينة زيتن والتي أدت إلى مقتل أكثر من 80 صار من عناصر غفر السلاح والضباط. طب سيد عبد الباسط، خلينا نتحدث هذا المشهد الميداني وكل ما تفضلت به، نقطة التماس بين ما هو ميداني وما هو سياسي، جذور تشكيل حكومة وحدة وطنية، كيف تراها في ظل هذه الأوضاع الميدانية؟ هو المشهد السياسي مربك الآن، نحن نتوقع الآن التراجع يتوجه إلى مدينة صبرف والمشاورات حول يعني تشكيل الحكومة أو إعطاها الثقة من عدمه، ولكن نحن نبدو الآن ذاهبين إلى عدم إعطاء الثقة للحكومة، وأيضا إلى حل حتى المجلس الرئاسي من أساسه، وهذا ينسف العملية السياسية، وهو أمر خطير جدا، يعني إحنا أمام يومين فاصلان من المشهد السياسي للسبت والأحد. يعني نعم. أستاذ عبد الباسط بن هامل السياسي والإعلامي الليبي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك. عودة مرة أخرى إلى الواقعة، وقعت مقتل المواطن المصري التي وقعت بالأمس بمنطقة الدرب الأحمر، ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام. سيادة اللواء أهلا بك، ولو تطلعنا على تفاصيل، بالتأكيد التحقيقات ما زالت في بداياتها، ولكن هل من أي نتائج ظهرت حتى الآن؟ هو الواقعة يعني حدثت بالأمس كانت مشادة كلامية بين رفيق شرطة ومواطن قائد سيارة، المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة لخلاف على أجرة نقل قضايا، تجمع على إثرها عدد من أشطار السائق السيارة، قام رفيق الشرطة بإطلاق عيار ناري من السلاح والصاروخ، أدى إلى مصرع السائق في الحال. قام المواطنين بالاعتداء على رفيق الشرطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير مخزن بالوقعة، تم ضبط السلاح وتحريزه، تم تعيين حراسة أمنية على الرقيب المتهم لحين عرض على النيابة عقد كمسؤول للشباك، تم استدعاء أهلية المواطن وإطلاقهم على كل الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بشكل فيها حيال الوقعة وسؤال الشهود،
في محيط المديرية ان صرفوا عقد اطلاع اهلية المتوسط على الاجراءات اللي اتخذتها المديرية. هنا برضك احنا بنأكد ان وزارة الداخلية بتقول ان لا حماية لاي رجل شرطة ضابط او فرد يتجاوز مع اي مواطن او يخالف القانون او يسيء معاملة المواطنين. يعني رجل الشرطة الذي يخالف القانون ليس مكان وزارة الداخلية، الوزارة المعنية بإنفاذ القانون، الوزارة التي تعمل في إطار الدستور والقانون واحترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. أي فرد أي رجل شرطة يتجاوز سوف يتم حسابه بكل شدة، والحساب ده قد يصل إلى الفصل من الخدمة. الجانب الآخر، جموع أفراد الشرطة بيستنكروا وبيستهجنوا تصرفات بعض الافراد اللي هي صدرت الفترة الاخيرة والتي اساءت الى جموع الافراد ونالت من جهودهم ونالت من تضحياتهم، واعتبروا ان هذه التصرفات بتهدر هذه الجهود، وطلبوا ايضا بتوقيع اقصى العقوبات واقصى الجزاءات الرابعة على هؤلاء الافراد. الوزارة لن تصمت ولن تتهاون في حق اي مواطن يتم التجاوز معاه من قبل اي رجل شرطة. طيب وضع رقيب الشرطة حاليا على ما يبدو انه ما زال بالمستشفى لتلقي العلاج، تحت العلاج وتحت الحراسة الامنية لحين تماثله للشفاء وعرضه على النيابة فور تماثله للشفاء. طيب اشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء ابو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والاعلام. نتحول إلى الملف السوري، حيث دعت فرنسا الحكومة السورية وروسيا لوقف الأعمال القتالية اعتبارا من اليوم، بينما عقد مسؤولون عسكريون من الولايات المتحدة وروسيا محادثات في جنيف قبل اجتماع للأمم المتحدة. وصرح دبلوماسيون بأن الاجتماع الثنائي والذي لم يعلن يهدف إلى تضييق الهوة بين المواقف مواقف البلدين قبل أن ترأس اجتماعا للأمم المتحدة عن هذه المسألة. في محاولة لوقف القتال الدائر في سوريا جاءت محادثات مسؤولين عسكريين من الولايات المتحدة وروسيا في جنيف تنفيذا لتفاهمات سياسية. مصادر مطلعة أشارت إلى أن الهدف من المحادثات هو تضييق دائرة الخلافات بين موسكو وواشنطن بشأن سبل وقف إطلاق النار في سوريا. الأمم المتحدة ممثلة في مبعوثها الخاص إلى سوريا استيفان دي ميستورا جددت دعوتها إزاء ضرورة وقف أعمال العنف للتمهيد لانعقاد مفاوضات جنيف بحضور جميع أطراف الأزمة في 25 من الشهر الجاري. وأمام استمرار أعمال العنف واستبعاد دوائر سياسية عدة تطبيق وقف إطلاق النار على الأرض، قال دي ميستورا إن استئناف محادثات السلام السورية في الموعد المقرر أمر غير واقعي. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من جانبه استبعد إمكانية نشر مراقبين دوليين للإشراف على وقف إطلاق النار في سوريا نظرا لضعف فرص إلزام جميع الأطراف بقبول الهدنة، ما يمثل خطورة على حياة هؤلاء المراقبين. بان كي مون دعا إلى استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية، مؤكدا أن الرهان على تحقيق النصر من خلال الخيار العسكري لم يؤدي إلا إلى مقتل عشرات الآلاف وتوفير ملاذ آمن لمن سماهم بالإرهابيين. الولايات المتحدة من جانبها شددت على أن وقف إطلاق النار في سوريا لا يعني توقف ملاحقة عناصر تنظيم داعش هناك، بل شددت على لسان قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية الجنرال تشارلز براون على أن اتفاق وقف إطلاق النار لن يؤثر على العمليات العسكرية الرامية للقضاء على التنظيم الإرهابي. ومعي عبر الهاتف من دمشق مراسل النيل لقاء شحادة، يعني لقاء دعوة فرنسا للحكومة السورية وروسيا لوقف الأعمال القتالية، هل من صدى على الأرض أو حتى ردود أفعال رسمية حول هذه الدعوة؟ نعم، أولا تحية لكم وكذلك المشاهدين. حول الدعوة الفرنسية لكلا الحكومتين السورية والروسية لوقف الأعمال القتالية أو العدائية كما سميت، هذه الدعوة حقيقة لم يظهر أي موقف رسمي عن الحكومة السورية بخصوص هذا الشأن. أما بخصوص الأعمال الميدانية فالأعمال الميدانية مستمرة على قدم وساق، هناك الكثير من الجبهات التي فتحت حتى بعد ظهيرة هذا اليوم. أما جبهة الحسكة تقدمت قوات سوريا الديمقراطية وهي بأغلبها أو العمود الفقري المكون لهذا التشكيل العسكري هو
من الأكراد المتواجدين في منطقة الحسكة ومحافظة الحسكة في الشمال الشرقي. هذه القوات استطاعت أن تعيد عشرات المزارع وعدة بلدات هامة من هذا البلد، الظهيرة الفوقاني والظهيرة التحتاني، وكذلك بلدة دار الحجر استعرضها من مقاتلي داعش الذين تراجعوا باتجاهين، منهم من تراجع باتجاه مدينة الرفقة ومنهم من تراجع باتجاه مدينة الموصل. هذه القوات حتى اللحظة تستمر في تقدمها وهناك غطاء جوي لهذه القوات. أيضا منذ لحظات تقريبا، دعني أقول لك منذ حوالي ساعة، أعلنت الفصائل والألوية والكتائب التابعة للمجموعات المسلحة وهي تقدر بحوالي 10 فصائل أعلنت انسحابها وتراجعها عن الهجوم الذي شنته على منطقة فقرين في ريف درعا. هذا الهجوم المباغت على مراكز وقوى أمنية وعسكرية وقوى القوات الحليفة للقوات السورية بعد الفشل، تكبرت المجموعات المهاجمة من الجماعات المسلحة، تكبرت عشرات القتلى كما تعلن على صفحاتها. أيضا العمليات مستمرة في ريف حلب الشمالي والشرقي، وأيضا قوات سوريا الديمقراطية وكذلك قوات الجيش العربي السوري تحاول التقدم باتجاه عدة اعزاز وهي المعقل الأهم في ريف حلب لمسلحي داعش. إذا الأعمال العسكرية مستمرة والأعمال القتالية مستمرة، ربما تعتمد الحكومة السورية، وهذا يعني من الوجهة السياسية، ربما تعتمد الحكومة السورية في كل الدعوات التي تأتيها سواء من الأمم المتحدة أو من الدول الأوروبية على المفاوضات التي تجري منها بالكواليس ومنها ما هو معلن ما بين القوتين العظمية الكبريتين في العالم، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. نعم، شكرا لك لقاء شحادة مراسل النيل مطلعنا على التطورات في دمشق. اتهم وزير الخارجية التركي مولود جاوش أغلو اتهم الولايات المتحدة الأمريكية بالإدلاء بتصريحات متضاربة بشأن وحدة حماية الشعب الكردي. يأتي هذا فيما قتل جنديان تركيان وضابط شرطة جراء هجوم نفذه مسلحون أكراد في مدينة ديار بكر بجنوب شرق تركيا. حلقة جديدة من العنف صاحبتها أجواء من الذعر والاتهامات سيطرت على المشهد التركي عقب هجوم أنقرة الأخير الذي أوقع عشرات القتلى والجرحى. الحكومة التركية حملت حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردي السورية مسؤولية التفجير، مؤكدة أنهما يقفان وراء الهجوم، إلا أن الأخيرين نفيا صلتهما بالحادث. وأشار حزب الاتحاد الديمقراطي الجناح السياسي لوحدات حماية الشعب أن هذه الاتهامات مرتبطة بشكل واضح بمحاولة التدخل في سوريا. بدورها واصلت المدفعية التركية المتمركزة على الشريط الحدودي مع سوريا قصفها للمواقع التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردي في محيط مدينة أعزاز بمحافظة حلب في شمال سوريا، فيما دعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أنقرة إلى وقف القصف العسكري عبر الحدود، وهو ما أثار انتقاد الخارجية التركية وطلب واشنطن بقطع علاقاتها بالمقاتلين الأكراد. إن اللجوء لجماعات إرهابية مثل وحدات حماية الشعب الكردي في محاربة تنظيم داعش في سوريا هو قبل كل شيء دلالة على الضعف، فالكل يجب أن يوقف هذا الخطأ، وبخاصة حليفتنا الولايات المتحدة الأمريكية التي يجب أن تتوقف عن هذا الخطأ فورا. في ديار بكر قتل عدد من عناصر الشرطة التركية في هجوم مسلح شنه أعضاء منظمة حزب العمال الكردستانية وفتحوا النار عليهم وسط بلدة سور المضطربة ذات الأغلبية الكردية بجنوب شرقي تركيا. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من أنقرة مراسل النيل عمر أحمد. عمر، إذن حلقة جديدة في سلسلة استهداف على ما يبدو عسكريين أتراك في خلال أسبوع واحد، هل بالإجراءات تتخذها الحكومة التركية؟ بكل تأكيد هذه السلسلة مستمرة منذ الصيف الماضي، منذ 22 من يوليو الفائت استهداف العسكريين الأتراك، ولكن أن يجري استهدافهم في قلب العاصمة أنقرة وفي قلب المنطقة الحساسة كان هذا نوعا من الخارج عن المألوف أو يتعلق بعملية استخباراتية أو خرق استخباراتي يجري في تركيا. أما ما يحصل في جنوب شرق تركيا فنحن يوميا نتابع أعداد القتلى من العساكر والشرطة والأمن التركي الذي يقع نتيجة الاشتباكات التي تحصل في جنوب شرق تركيا في ديار بكر و مدينة جزرة وغيرها من المناطق. تركيا بعد انفجار أنقرة كانت تريد أن تحصل من
حلفائها وبالأخص الولايات المتحدة على اعتراف بأن حزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا هو منظمة إرهابية. هدف تركيا كان هذا، وكانت تشدد من خلال تصريحات المسؤولين على هذا الهدف، ولكن بعد أن يعني التصريحات الأمريكية جاءت بخلاف ما تتمناه تركيا، اليوم الرئيس التركي أردوغان علق على هذا الموضوع، قال أن لديه مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي بعد حوالي 35 دقيقة من الآن ليتكلم معه حول هذا الموضوع، بالإضافة لأنه أي الرئيس التركي انتقد أعداد من الصحفيين والأكاديميين الأتراك، حوالي 203 من الأكاديميين ويعني أساتذة الجامعات وقعوا على بيان يعني يستنكر فيه الحرب أو الكلام على عن الحرب في سوريا، يرفضون الحرب في سوريا، فانتقدهم وقال بالحرف أنه أي شخص يحصل على شهادة دكتوراه أو يكون بروفيسور في مجال ما هذا لا يعني أنه مثقف ولا يعني أنه يعني يمتلك بناء الكلام أو الشهادة العلمية الكافية ليتكلم حول هذا الموضوع. هذا ما يجري في تركيا اليوم. تركيا يبدو أنها متجهة باتجاه تصعيد عسكري بشمال سوريا، ولكن هذا يصطدم بالقرارات الأمريكية والرغبة الأمريكية باستمرار دعمها لقوات. وبالتأكيد سنتابع معك التطورات على الأرض. مراسل النيل من أنقرة عمر أحمد، أشكرك شكرا جزيلا. استشهد فلسطيني بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار بزعم طعنه لشرطيين إسرائيليين خارج أسوار القدس القديمة. كان مسلح إسرائيلي قد أطلق النار على صبيين فلسطينيين يبلغان من العمر 14 عاما أمس، مما أسفر عن إصابتهما بجروح وتم نقلهما إلى مستشفى إسرائيلي بالقدس. جاء هذا الهجوم إثر زعم قيام الصبيين بطعن إسرائيلي في أحد المحال التجارية بالضفة الغربية المحتلة. اعتصم العشرات من المعلمين الفلسطينيين في الضفة الغربية أمام مقر وزارة التربية والتعليم للمطالبة بحقوقهم وتضامنا مع زملائهم من المعتقلين. ويتهم المعلمون في الضفة الغربية الحكومة واتحاد المعلمين بالالتفاف على مطالبهم وتجاهلها والمماطلة في تنفيذ اتفاقيات سابقة. لا تزال أزمة المعلمين في الضفة الغربية تراوح مكانها تزامنا مع حالة من الغضب تجاه حكومة رامي الحمدالله من جهة واتحاد المعلمين من جهة ثانية باعتبارهما الجهتين المسؤولتين عن تفاقم معاناة المعلمين. المئات من المعلمين طالبوا خلال اعتصامهم أمام وزارة التربية والتعليم الحكومة بتلبية مطالبهم وصون كرامتهم واستقالة أعضاء أمانة الاتحاد العام للمعلمين وإطلاق سراح كافة المعلمين الذين جرى اعتقالهم. واعتصم المعلمون في ساحة مبنى محافظة الخليل للمطالبة بحقوقهم، في حين تظاهر العشرات تضامنا مع زملائهم من المعتقلين مطالبين بالإفراج عنهم وتحقيق مطالب المعلمين. احنا مش رايحين نرجع للعمل الا بخروج كل المعتقلين من السجون. احنا المعلمين بنات المستقبل، احنا اللي بنأسس الحضارة في فلسطين، وفلسطين دولة ديمقراطية، مش لازم اللي بطالب بحقه يعتقل. ويتهم المعلمون الحكومة واتحاد المعلمين بالالتفاف على مطالبهم وتجاهلها والمماطلة بتنفيذ اتفاقيات سابقة، في الوقت الذي باشرت فيه الحكومة إبرام اتفاقيات مع نقابات واتحادات أخرى تضمنت زيادة كبيرة في الرواتب إذا ما قرنت بما تم الاتفاق عليه سابقا مع اتحاد المعلمين. وفي ذات السياق عبر بعض المعلمين عن استيائهم من طريقة تعاطي الحكومة والجهات الرسمية مع الإضراب الحالي ومحاولات إفشاله من خلال حجج واهية ومحاولة إيهام الرأي العام بأن الإضراب هو سياسي.
أعتقد يعني أن هذه الأزمة ستنتهي خلال فترة قصيرة جدا، لأن الحكومة تعمل منذ فترة طويلة بالمناسبة، وليس منذ الفترة الأخيرة التي شهدت هذا التعكر. الحكومة تعمل منذ فترة طويلة على يعني وقف ما يمكن وقفه من أي تشويش على المسيرة التعليمية. وتتمثل مطالب المعلمين برفع الراتب الأساسية وتطبيق علاوة طبيعة التخصص الدراسي وفتح باب سلم الدرجات الوظيفية وتأمين تعليم مجاني لأبناء المعلمين في الجامعات وتنفيذ تعديلات على قانون التقاعد. نشرتنا متواصلة ونتابع فيها أيضا بعض أخبار الاقتصاد. الأمم المتحدة تؤكد صعوبة الوضع الإنساني في اليمن وتجدد دعوتها بسرعة تقديم المساعدات. السيسي يفتتح غدا أعمال منتدى إفريقيا 2016 في مدينة شرم الشيخ. مقتل 40 شخصا في غارة جوية أمريكية على مدينة صبرات الليبية. ومحادثات أمريكية روسية في جنيف بشأن الهدنة في سوريا، وبان كي مون يستبعد نشر مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار. والآن أخبار المال والأعمال في بانوراما النيل، جولة اقتصادية بصحبة الزميل محمد سليمان. تفضل محمد. شكرا لك يا ميس واشكرك معي. مرحبا بكم معي اخبارنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة ونتابع فيها بعد الفاصل. وزارة التموين تمد صرف المقررات التموينية لشهر فبراير الحالي مع مقررات مارس المقبل. مرحبا بكم مجددا. قرر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور تونين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل المقررات التموينية خلال فبراير الجاري بصرفها مع مقررات مارس المقبل. وأكد حنفي أنه تم صرف حوالي 75% من قيمة المقررات التموينية لشهر فبراير الحالي ل 14,700,000 أسرة حتى منتصف هذا الشهر. وأشار وزير التموين إلى أنه جار صرف المقررات التموينية للمواطنين من محلات البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وأنه تم صرف 95% من سلع فارق نقاط الخبز بقيمة 500 مليون جنيه، وذلك لأكثر من 20 مليون أسرة. يفتتح وزير التموين خالد حنفي غدا الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في منطقة حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية. كان الوزير قد قبل استقالة جميع رؤساء الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية وشركة النيل للزيوت. وأرجع المتحدث باسم وزارة التموين أسباب قبول الاستقالات إلى الرغبة في ضخ دماء جديدة لاستكمال تنفيذ وتطوير وتحديث الخطط للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مكاسب طفيفة اقتربت من 300 مليون جنيه ليبلغ رأس مالها السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة نحو 386.2 مليار جنيه. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي. أظهر مسح اقتصادي أن ثقة المصنعين اليابانيين ظلت منخفضة إلى حد كبير في فبراير، ومن المتوقع المزيد من تدهور خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وكشف المسح عن أن المعنويات بقطاع الخدمات
رجعت أيضا وإن كان من المتوقع استقرارها إلى حد ما في الأمد القريب. المسح الاقتصادي أشار كذلك إلى أن الاقتصاد يظل ضعيفا بعد هبوط الصادرات وإنفاق المستهلكين الذي أدى إلى انكماش الناتج في الربع الأخير. قال اتحاد مصنعي السيارات في الصين إن مبيعات السيارات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم زادت بنسبة 77% على أساس سنوي في يناير لتصل إلى 2.5 مليون مركبة. كانت المبيعات قد قفزت بنسبة 15.4% في ديسمبر. وقال الاتحاد في الشهر الماضي إنه يتوقع أن تنمو مبيعات السيارات بنسبة 6% في 2016 لتتسارع مع زيادة بلغت نحو 4.7% العام الماضي. قال وزير المالية الياباني تراسو ان كبار المسؤولين الماليين بدول مجموعة العشرين سيناقشون الطاقة الانتاجية الزائدة في الصين وهبوط اسعار النفط والسياسة النقدية الامريكية. وقبل بضعة ايام على اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في شنغهاي اكدت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المخاوف بشأن وضع الاقتصاد العالمي إذ خفضت توقعاتها للنمو للمرة الثانية خلال 3 أشهر. توقع نائب وزير المالية الروسي ماكسيم أورشكين أن يتجاوز العجز في الموازنات الاتحادية 4% من الناتج المحلي الإجمالي إذا استمرت أسعار النفط عند مستوى الحالي. وأضاف أورشكين أن روسيا ستزيد حجم خطتها للاقتراض من السوق المحلية لعام 2016 بعد الربع الأول من العام الجاري. أعلن معهد الإحصاء التركي أن مؤشر ثقة المستهلكين في البلاد تراجع ليصل إلى 66.64 نقطة في فبراير من 71.62 نقطة في يناير. كان المؤشر قد سجل أدنى مستوياته في 6 سنوات ونصف السنة عند مستوى 58.52 نقطة في سبتمبر، لكنه تعافى بعد ذلك. لكن المؤشر لا يزال يعكس نظرة مستقبلية متشائمة، إذ ينبغي أن يتجاوز 100 كي يشير إلى تفاؤل المستهلكين. انتهت أخبارنا الاقتصادية في بنما الرابعة، وعودة إلى أخبار السياسة مع زميلتي لميس عبد الغني ومي صالح. شكرا محمد. مرحبا مجددا. أعلن منسق الشؤون الإنسانية الأممي في اليمن جيمي ماك جولدريك في مؤتمر صحفي في جنيف، أعلن أن الوضع الإنساني في اليمن هو تحدي لا يقل خطورة عن الوضع في سوريا. وأضاف ماك جولدريك أن اليمن يواجه أزمة إنسانية كارثية، مشيرا إلى أن نداء المساعدة الذي وجهته الأمم المتحدة بالأمس للمانحين بقيمة 1.8 مليار دولار يهدف إلى إشراك ما يصل إلى 100 من المنظمات العاملة في مجال المساعدة والإغاثة الإنسانية لتقديم مساعدات تصل إلى نحو 21.2 مليون يمني، لافتا إلى أن نقص الأمن الغذائي في اليمن والإمدادات الطبية ربما يمثل التحدي الأكبر على الإطلاق. قال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز قال إن البرلمان لن يوافق على منح بريطانيا معاملة خاصة. ومن جانبه تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالقيام بكل ما في وسعه للوصول إلى اتفاق جديد على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا عدم التوصل لاتفاق حتى الآن. هذا قد ذكرت مصادر إعلامية أن جميع الدول الأوروبية تصر على أن الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه اليوم سيكون هو أقصى ما يمكن تقديمه لبريطانيا قبل الاستفتاء على عضويتها في الاتحاد. قتل 19 شخصا وأصيب 50 آخرون في هجوم انتحاري مزدوج شمال الكاميرون. أشارت مصادر إعلامية إلى أن انتحاريين فجرا نفسيهما ما أسفر عن الحادث، ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث. كان 10 أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب نحو 40 آخرين في تفجير انتحاري مزدوج وقع في المنطقة ذاتها في 10 من الشهر الجاري. أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية في أوغندا أن النتائج الأولية تظهر تقدم الرئيس المنتهي ولايته يوري موسيفيني. وقالت اللجنة إن موسيفيني حصل على 61.75% من الأصوات التي تم فرزها، يليه زعيم المعارضة كيسا بيسيجي بنسبة 33.47%. أوضحت اللجنة أن موسيفيني حصل على 1.36 مليون صوت.
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن معظم حالات الإصابة المؤكدة بصغر حجم الرأس في البلاد وعددها 508 حالات يرجح أن تكون مرتبطة بعدوى زيكا الفيروسية. وتحقق البرازيل في زيادة عدد حالات الإصابة بالعدوى التي وصلت إلى أكثر من 4000 حالة أو يشتبه فيها. ومن جانبه أعلن البنك الدولي أنه سيتيح 150 مليون دولار على الفور للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس زيكا في الدول المتضررة في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. بعد أعوام من حرقها، فنان عراقي يسعى لإعادة بناء مكتبة الفنون الجميلة في بغداد. مشاهدينا، نعود ونذكركم بالخبر العاجل الذي أوردناه في هذه النشرة منذ قليل، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشرم الشيخ مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس السيسي أطلع وزير الداخلية على آخر مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، ولا سيما في بعض الأحداث الأخيرة التي شهدتها. أضاف المتحدث أن الرئيس السيسي أكد على أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية تعني في المقام الأول بتمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد وفي إطار التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين. أشار الرئيس السيسي أنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسؤولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه تتعين مواجهة هذه التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها، وهو الأمر الذي يقترح إدخال بعض التشريعات أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق. وجه الرئيس السيسي بعرض هذه التعديلات التشريعية على مجلس النواب خلال 15 يوما لمناقشتها. بالرغم من احراق اكثر من 6000 كتاب باكاديمية الفنون الجميلة عقب الغزو الامريكي للعراق، الا ان نهر العلم والثقافة لم ينضب بعاصمة الرشيد. وفاء بلال عراقي مقيم في نيويورك صمم مكتبة يبلغ طولها 40 قدما وارتفاعها 6 أقدام تتسع لنحو 1000 كتاب، ويعتزم أن يشحنها إلى العراق بمجرد الانتهاء من جمعها. العراق، ذلك البلد الذي يحمل تاريخا مجيدا في الفنون ابان الحكم الاسلامي، حيث كانت فيه المدن العراقية مشهورة في العالم بكونها مراكز للشعر والفلسفة، إلا أن تاريخ العراق الثقافي والمكتبي تعرض أكثر من مرة للتدمير. فبعدما وصل الغزو الأمريكي لبغداد عاصمة الرشيد عام 2003 حرق أكثر من 6000 كتاب في مكتبة أكاديمية الفنون الجميلة. وعلى الرغم من إعادة بنائها وترميمها بعد ذلك الحريق الهائل الذي التهم كتبا فنية قيمة، لا تزال المكتبة في حاجة إلى كتب أساسية يحتاجها طلاب الفنون في بغداد. وفاء بلال عراقي مقيم في نيويورك حاليا يصر على استخدام موهبته الإبداعية للمساعدة في إعادة بناء المكتبة التي كان يتردد عليها عندما كان طالبا في بغداد. لدينا أناس يتبرعون بكتب من مكتباتهم الخاصة وبكتب يحبونها، يضعونها في صناديق ويشحنونها لنا، وأرى أن ذلك هام لأني أتصور أننا لن نتوقف عند 1000 كتاب. أظن أن بوسعنا القيام بالمزيد. تلقيت للتو مكالمة هاتفية من دبي من شخص لديه 16000 كتاب يريد أن يتبرع بها. تخيلوا كيف سيكون ذلك. بدأنا بالحاجة إلى هذا العمل البسيط الخاص بألف كتاب، والآن يسهم شخص واحد بعدد 16000 كتاب وتتواصل المبادرة. بلال صمم مكتبة يبلغ طولها 40 قدما وارتفاعها 6 أقدام تتسع لنحو 1000 كتاب في وينسر أرت جاليري في أونتاريو بكندا. ويعتزم بلال أن يشحنها إلى العراق بمجرد إغلاق المعرض في مارس. واستمرت شهرة العراق واهتمام الدولة بالفنون في القرن العشرين على الرغم من تسبب الحروب التي استمرت عقودا والعقوبات الاقتصادية التي فرضت عليه إبان حكم صدام حسين في هجرة كثير من الفنانين. وزاد وضع الفنانين سوءا في أعقاب سقوط صدام، حيث فر كثير من الفنانين والمفكرين جراء انتشار العنف الناجم عن قتال الشيعة والسنة بين عامي 2006 و2007.
وختاما لهذه البانوراما، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. السيسي يفتتح غدا أعمال منتدى إفريقيا 2016 في مدينة شرم الشيخ. مقتل 40 شخصا في غارة جوية أمريكية على مدينة صبراتة الليبية. محادثات أمريكية روسية في جنيف بشأن الهدنة في سوريا، وبان كي مون يستبعد نشر مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار. نهاية النشرة، إلى اللقاء.